اعتقد ان المواقع الاجتماعيه ولات هي الوسيله الوحيده لبزاف ديال المغاربه باش يعبروا على الغضب ديالهم من مجموعه ديال الخدمات في الحياه ديالهم اليوميه اللي ما كتخدمش مزيان. وهذا واقيلا هو السؤال اللي طرحوا نهار الاول طوير باش يقدم الخدمات ديالو. معنا ابراهيم بنونه المؤسس ديال الخدمه باش يهضرنا عليها. مرحبا بك معنا. مرحبا، شكرا على الاستضافه. قدم لنا طوير. دونك طوير هو خدمه تتمكن الناس من ارسال الشكايات اللي تتعلق بالمجال العمومي الا المؤسسات والشركات المختصه اللي مكلفه بديك ديك المنطقه ولا ديك الشكايه. وبطريقه سهله هاد الشكايات متعلقه بحال بتسيير الماء ولا النفايات ولا الطرق ولا الاضاءه، والمستعمل تيخط تطبيق لابليكاسيون موبيل ديالو تيخط صويره ويصيفطها بلا بلاتفورم تيختار شي لا كاتيجوري، وحنا عندنا نوتر كوزينه تاع باش نصيفطوها. لحد الان كنشوفوا مثلا صفحات كتخرق في المواقع الاجتماعيه بحال فيسبوك فين المواطنين تياخذوا شنو ما خدامش في الخدمات العموميه اللي كدور بهم كل نهار تيدينونسيو بين قوسين، وهذا الشيء ما تيوصلش ديما عند الاذن اللي تقدر تحل هذه المشاكل. هذا انتم كتحطوا راسكم كوسيط ما بين المواطن والخدمات او الشركات اللي كتقدم الخدمات. نعم، كيف ما كان المدينه دونك اما الجماعه ولا الشركات بحال اللي قلتي حتى على حسب الظروف. وحنا كوسيط ايفيكتيفمون انا اصلا كنت موديراتور ماشي فونداتور، موديراتور ديال ان جروب نيت هنا في كازابلانكا. تي الناس يبوستيو هاد لي فوتو الحوايج اللي مخدامينش. هي انا عاوتاني الشغل ديالي في مجال الجوده وضمان الجوده. علاش كندير هادشي هذا؟ حيت بحال حنا في الشركه كاي مدينه كاي مؤسسه ولا كاي شركه كيف ما كان الحجم ديالها صغير ولا كبير ضمان الجوده واحد خص دير كلشي على نفس البيديغاليتي كومون نفس الميزان وخصك تفهم كلشي. دونك حنا انا اصلا كنت انا تنبارطاجي التصاور وكاع تنموديري لو جروب مع بوكو دو بيرسون، مي تنشوف ديك الشركه تحاولوا يتواصلوا ما عندهمش واحد لو كانال عاوتاني ديدي ولا مباشر مع هاد الناس اللي عندهم اهتمام بالزنقه ديالهم ولا بالمدينه عموما بصفه عامه. اذا من هنا جات الفكره. حتى حنا قلت لهم حنا تنبوستيو وشنو الهدف من هذا ما تنوصل حتى حاجه لقينا عاوتاني باش ما نقولش عاوتاني حتى في ديك ليسبري ديال لا شاسو سورسيير كوم اون دي. دونك انا ديك الشركه حتى ديك الشركه خصو ينفع هادشي. هذا واحد المساله لحد الان اللي كنشوفوا بما ان المواطن فقد الثقه ديالو في بزاف ديال هاد الخدمات العموميه لا من طرف المدينه الجماعه او لا الشركات، ولات لا لوجيك ديال الشوهه اكثر من اي حاجه. ما كنقلبوش على الحل، كنقلبوا على نشوهو. افكتيفمون هذه كاينه واخا تكون بطريقه غير اراديه، واخا ما يكونش الهدف اننا نشوفو سي ان سيكل فيسيو اللي تجعلنا نكونوا في هذه لا ديمارش ديال نشوفو. خصنا نحطو في بحال دابا الا كانوا الشركات ما تيديروا والو راه تكون لا سيتياسيون كفس من دابا. اذا راه كاين واحد المجهود كاين العمل ديالهم، ولكن مع المدينه تكبر كاين خص صعيب انكم تتابعوا كيف ما كانت التقنيات. واخا يكون عندهم ليزاجون دابا لو سيت لوتيزاتور غيت لو سيت وين اوبسيرفاتور لابليكاسيون سي غراتوي بور لوي. دونك ما كاينش مشكل. دونك اي فا كونتريبيو او لو بوستي دو ديت كريي ويقول لا هادشي ما كاينش. هادي واحد الطريقه باش نوصلوا اكثر لهاد الشركات ولا لي زونتيتي اللي مكلفين بشان النظافه وشان العام نوصلوا للمعلومه. وتهم عندهم واحد الانترفاس سبيسيفيك باش يدخل بسرعه ويديروا اوبتيميزيو لو موان دانترفونسيون يعرفوا شكون شحال الناس يمشي وتا لو تراجي. دونك سي ان سي سي نوفو انفيرونمون ابليكاسيون اللي كتقدم خدمه مواطنه سي ان سيرفيس سيتويان، لانه اولا تحيد لا فريستراسيون ديال المواطن انه ما عندوش مع من يهضر، وثانيا حتى الجهات المختصه او المهتمه بهذه المشاكل هذه يمكن حتى هي كتقلب على المعلومات ما كاينش ديما اللي يوصلها لها. اذا ان يكون الصوره لا جيولوكاليزاسيون والمعلومه بالضبط شنو اللي ما خدامش غتنفعهم باش يحسنوا هذه الخدمات ديالهم. حيت جوست تنخد الصويره تناخد لا كاتيجوري الصيف ديال المشكل ونكلي صيفط نكلي نزيد عاوتاني ان كومونتير اون ديسكريبسيون ديال شحال النهار ولا شحال ولا شنو المشكل باش نعطي المعلومات لهذوك الناس حتى هما يعرفوا كيفاش يدخلوا. سي كوم ان سيرفيس سوبور اوربان اكسيتيرا اللي كواسيط عاوتاني الهدف ديالنا ماشي هادي سي لا بروميير فونكسيوناليتي. حنا بدينا ليدي ديال طوير، مي طوير بغينا نديرو عاوتاني لانفورماسيون سور لا فيل توريستيك ولا ادمينستراتيف حيت
سي توجور لا ميم لوجيك حتى في الكوتي ادمنستراتيف تنقولوا باش فريستراسيون نوصل ما غاديش المعلومة نشوفوها ما كتكونش الوغ كو الناس ماشي يعتني دو موفيز فوا دو بون فوا ولكن ما كاينش الوسيلة دونك حنا راني هاد الانترميديا باش تكون تاني نيت نوتر بياك نوتر سلوغون سي سمارت اند كونيكتد سيتيز ماشي سمارت سيتيز سي فريمون تكون انتيليجونت لا فيل انتيليجونت ولكن تاني كونيكتي بطريقة فعالة اللي تتمكن نزيدو القدام ماشي نبقاو في الميم نيفو تنديرو والو راه كاين الجهة ديال المواطن اللي عارف انه كيقلب غير على من يشكي وعلى من يطرح المشكلة ديالو الجهة الأخرى هي الشركات المدن الجامعات والجهات المختصة كيفاش كان التفاعل معهم من اقترحت عليهم هذا المشروع ديالك هذا وشنو الحلول اللي اقترحوا عليك باش يكونوا فعالين في التريتمون ديال هذه المشاكل هذه dernièrement نيت فواحد لو على دو كونتاكت على سيتي في كازابلانكا بون سورتو سي دي بلوس لي كونتاكت لي بلو كونكري او مارش ديال واحد لو فورم ديفلوبمون بزاف طلعت واحد سي دي سي و dernièrement on marche après le pitch compétition de pitch des startups بحالنا تيخدموا مشاريع تيحاولوا يربحوا ليديسيون كان عندنا واحد التواصل مع واحد الناس مع واحد الشركه هنايا في الدار البيضاء ومستعدين حتى هما يشوفوا البروتوتيب ديال لا سورتي هادشي البريفي ولكن البوبليك البوبليك ما دخلتش في اتصال معاهم بعدا في الحقيقه ما دخلناش في اتصال معاهم مباشره تم هنا فسالو ديموند اللقاءات مع حتى لي شركات بريفي سيتي با بريفي ولا من دابا سيتي بريفي دون السيمانه الجايه تكمل الخدمه على واحد اسكو لابي اون فيرسيون ستاندور حيت فوت فيغ سيمون على حساب بيد كوستوميزاسيون بيان سور تيرم تكنيك ديال جيستيون بروجي انفورماتيك دونك فوالا حنا تنفيناليزيو الام في بي ديالنا اي لا فيرسيون ديمو pour l'application mobile ou pour chalikat ou là pour jamaat ou باش هما يقدروا يشوفوا حتى الدكتور علاش خصهم يقولوا لنا الحاجات ديالهم سبيسيفيك باش نستجبوا الطلبات ديالهم الطوير مازال ما تفطور الانطلاق ديالو مازال ما حلقش فوقاش المواطنين يقدروا يوصلوا للخدمه هذه ويقدروا يبداو يستعملوها بور ديجا بور لابليكاسيون موبيل فاهمين ان شاء الله دونك ان قريب اي دونك تكون اوبيراسيونيل ايتترا و تا دونك لي ريكلاماسيون كلهم يكونوا تيبانو دونك بحال قلت لك في لا ميم فولي غادي نكون ان شاء الله هما مدينا التجارات مع الشركات باش هما يكون عندهم لاكسي سبيسيفيك الشركات اللي كانوا غيقدروا يشوفوا بيان سور لي ريكلاماسيون يقدروا يبداو يتفاعلوا مع هاد لا بلاتفورم ديال طوير شكرا ابراهيم بنونا اللي قدمت لنا الخدمه ديال طوير اللي خدمه مواطنه كنذكر بها من جديد وكنتمنى انها يكون عندها صدى فعال عند المواطنين وعند الجهات المختصه شكرا بزاف شكرا سي دافايوس شكرا وشكرا انتم اللي كتبونا على النقاش 2.0 غنخليكم تكتشفوا الباز ديال الاسبوع